الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل هو اليوم جا كاستمرار الوجود ديالها في الساحه، لان الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل تاريخيا ولا في الحاضر هي دائما موجوده في قلب الطبقات الشعبيه ديال الشعب المغربي. وبالتالي اننا في تيزنيت كنا دائما نخلد فاتح ماي، ما يمكنش الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل الا ان تكون حاضره جميع المعارك النضاليه اللي كتخوضها الطبقه العامله وكذا الشعب المغربي، وعلى راسها مع المعركه النضاليه والله الاحتجاجات ديال فاتح ماي. اليوم كنا احنا مصرين اننا رغم ان الظروف والسياق اللي كاين هو سياق غير ملائم وجا في واحد الظروف اللي هي ديال العطله وديال العطله ديال العيد وجات مباشره مورا العيد، الا اننا ابينا الا ان نحتفل بهذا السميتو اللي كيجي هذه الذكرى هذه التي تاتي هذه السنه بطعم الاحتجاج، وظل هذا الغلاء كما قلت لك، ظل هذا الغلاء الفاحش ديال المواد الاساسيه والغلاء ديال المحروقات اللي كنعرفوا بانها كاين زواج ديال السلطه والمال، السلطه والمال وما قد يترتب على هذا الزواج ديال السلطه والمال مفاسد سياسيه واقتصاديه في البلاد اللي كيكتوي بها المواطن والطبقات الشعبيه بشكل عام. الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل عماس الجديد ستوالانس تنتهي سترا عندنا الصوت نص عندنا ديال الصوت مقفورن انه القضيه هذيك 300 مس العمال العاملات ان الامر خطير جدا، كل ما هو اجتماعي شعبي الحكومات ذاتي تكراس، وبالتالي كنا حتى الاولنا عندنا دايب كل العاملين والعمال انه الدوكين تفهم الوضع نسني كان خطير جدا اكثر مما سبق وجدت تنتكي الوضعيه تلك مغيكا، وبالتالي غور نتحرك غور نمون غور نقافوس غفوس عن تقل سما يضر عن الخيرة عن الغلاء اللي كما كيقاتماني الغلاء الخضر الغلاء المازوت الغلاء كيقاتماني ها القرمزيه غيدرها للطيب ميدن غودرار ها الحلوفي طيب ميدن غودرار ها الركان الركان حتى انت كانت سرسه غراس، وبالتالي ما تسولي غمان يديروش ما تسولي غمان يديروش حماس من الدوله هاد الصحه سي فلوس التعليم سي فلوس الخدمات كل الاجتماعيه سي فلوس ماني غنكيفو فكانا دريوش هاد ماني غنتسوليوي ماشي صغير تروانس ماشي التواكايونس ولا تروانس الطبيب، وبالتالي مساله خطيره. لذلك الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل عماس نزنيت تلقى حريصه تستقل السلطات يكون من يهم الامر سواء الناس السلطات سواء الناس الحكومه سواء اي كان اللي كان مهتم بالشان تنميتنا بزاف. كنت شكار في التغطيه الحدث.